السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني أبناء الطلبة والطالبات، نستكمل درس 33 بالصف الثالث الابتدائي. الحصة اللي فاتت اتكلمنا عن الأشكال الرباعية اللي موجودين بالكتاب، 18 شكل رباعي بنكون منهم شكل. أي شكل تختاروا تكونه من 18 شكل رباعي اللي موجودين في الصفحتين، وبشرط ألا يكون عدد الأشكال المستخدمة أقل من 12 شكل رباعي، يعني تاخد 12 قطعة وتعمل بهم شكل، ده أقل شيء. الحقيقة أنا استخدمت 18 شكل اللي عندي شكل رباعي، وعملت شكل بالطريقة دي لشخص ماسك شنطة اهو، وحطينا فيه 18 شكل. هنعدهم: واحد، الأذن دي شكل، اتنين، الوجه مربع، تلاتة، ده شكل، أربعة، خمسة، ها، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، تلاتاشر، أربعتاشر، خمستاشر، ستاشر، سبعتاشر، ناقص شكل، دول سبعتاشر. ايوه، ناقص شكل اهو معين. هنجيب الصمغ بتاعنا اللي استخدمناه وهنعمله كده اهوت عشان يلزق. ده صمغ ناشف اهو، المعين ده اهوت عملناه جيب، يبقى كده 18 شكل رباعي استخدمناهم. هنفتح الكتاب بقى، هنلاقي عندنا صفحة رسم بياني زي الصفحة دي كده، بس هنلاقي الصفحة دي فيها خمس خانات فقط، فيها خمس خانات فقط. أول خانة معين: مستطيل، متوازي أضلاع، شبه منحرف، مربع. دي أنواع الأشكال، ده خط أفقي. بتلاقي في الكتاب خمس مربعات فقط كده، خمس أنواع. والخط الرأسي عليه على الأعداد، وبنلاحظ أن الخط الرأسي عليه الأعداد بالقفز واحد، لأن أعداد الأشكال قليلة، صفر، واحد، اتنين، تلاتة، بالقفز واحد. وده تمثيل بياني للأشكال الرباعية. هنفرغ من الشكل اللي احنا استخدمناه، تشوف انت بقى استخدمت كم قطعة. يعني انا استخدمت 18 شكل، هنزل بيانات ال 18 شكل. انت عملت 12 شكل، استخدمت 12 شكل وعم كونت شكل، هتسجل البيانات بتاعتهم. استخدمت 15 شكل رباعي من الصفحتين اللي في الكتاب دول، 18 شكل، هتنزل البيانات بتاعتهم، كم مستطيل، كم مربع، كم معين. نعد المستطيلات اللي استخدمناها: ادي واحد مستطيل كبير، اتنين مستطيل، تلاتة مستطيل، اربعة مستطيل، خمسة مستطيل. عملنا جدول للبيانات للاشكال واعدادها كده اهو. يبقى في خمسة مستطيل انزلهم في الجدول. طيب نشوف المعين، ادي واحد، و الأذن دي واحد، وده واحد معين، يبقى التلاتة المعين تلاتة. متوازي الأضلاع اللي عملناه دراع هنا اهو، ده واحد. شبه المنحرف بقى، تعال نعد شبه المنحرف. التاج ده أو الطربوش ده واحد، الرقبة شبه منحرف صغير اتنين، الأقدام واحد اتنين، يبقى كده ايه، واحد اتنين تلاتة أربعة. شبه المنحرف استخدمنا أربع أشكال رباعية شبه منحرف. المربع الوجه واحد عملته مربع، الجيب ده عملته مربع، الحقيبة دي عملتها مربع، يبقى أخدت التلات أشكال اللي موجودين في الصفحتين، التلات مربعات. فاضل عندي أشكال أخرى اللي هي ده، اللي هي دي اللي شبه المعين دي لكن مش معين. المعين أضلاعه الأربعة متساوية، دول ضلعين اتنين متساويين ودول ضلعين اتنين متساويين، ده شكل رباعي له أربع أضلاع وأربع رؤوس.
طيب ده كام شكل؟ انا استخدمت الشكلين علشان كل الاشكال اللي في الصفحتين خدناها شكل 2. دول 18 شكل اللي اتكون منهم الشكل ده. عملنا صورة بالطريقة دي. انت بقى ممكن تعمل صورة سفينة، صورة مركب، اي شكل تقدر تكونه من الاشكال الرباعية اللي عندك كونه، بشرط الا يقل عدد الاشكال الرباعية المستخدمة عن 12 شكل. نعد بقى كده، هقول 2 و3 5، 5 و4 9، 9 و1 10، 10 و5 15، 15 و3 18، اللي هي كل الأشكال اللي في الصفحة صفحتين. تعال بقى نشوف المعين. أول حاجة المعين كام؟ المعين هنا كام؟ 3. يبقى أقول المعين 3، 1 2 3، أعمل علامة لغاية كده. طيب المستطيل 5، نشوف المستطيل 1 2 3 4 5، شايف قبل الخمسة اهي، ناخد شرطة كده. متوازي الأضلاع 1 أهو، شبه المنحرف 3، 1 2 3، المربع لا شبه المنحرف 4، شبه المنحرف 4، المربع كام؟ 3، 1 2 3. أشكال أخرى 2، هذا الاثنين هم أشكال أخرى 2، أشكال أخرى 2. وبعدين نيجي نعمل بقى بالقلم نحدد كده اهو، شوف هنقول ايه. أقول 1 2 3، ده المعين. نجيب لون تاني، المستطيل 1 2 3 4 5، ده المستطيل. فاضل عندي متوازي الأضلاع 1 أهو، 1، شبه المنحرف، شبه المنحرف فيه 3، 1 2. ثلاثة. المربع 3، شبه المنحرف 4، المربع 3، شبه المنحرف 4، 1 2 3 4. أخرى 2، أخرى شكلين 2، هنعمل شكلين 2 اهم بلون تاني مختلف اهم، 1 2. كده مثلنا اعلى حاجة هنا، اكتر شيء مثلناه المستطيل، واقل شيء مثلناه متوازي الاضلاع، والمتساوي في الاعداد المربع والمعين. طيب هنقلب الصفحة بقى وهنشوف الإرشادات بيقول لي إيه؟ بيقول لي تأمل ما تعلمته، اكتب عبارتين عن البيانات في تمثيلك البياني بالأعمدة، ثم اكتب سؤالا واحدا يمكن الإجابة عنه باستخدام تمثيلك البياني. هنكتب عبارتين عن البيانات بالتمثيل البياني. تمثيل البيان اهو عملناه، وما تنساش ان انا هنا استخدمت 6 أنواع من الأشكال، فعملت صف سادس ما كانش موجود وكتبت عليه ايه؟ اخرى. هتلاحظ ان الكتابة هنا، الكتابة هنا ايه؟ مختلفة عن الطابع بتاع الكتاب. هنكتب عبارتين، هنقول ايه؟ هقول عدد انواع الاشكال المستخدمة بالتمثيل البياني هو 6 أنواع، عددها كلها، كل 6 أنواع دول
18 شكل رباعي. كل دول 18 شكل رباعي، يبقى الأنواع 6 أنواع. طب عددهم إيه؟ 18 شكل، اللي هو المستطيل والمربع والمعين ومتوازي الأضلاع وأشكال أخرى. طيب عبارة تانية، نكتب عبارة تانية نقول إيه؟ أقول تعبر الأعمدة عن عدد الأشكال المستخدمة. يبقى أنا عبرت عن الأشكال اللي استخدمتها بالرسم بالأعمدة. بيقول لي بقى إيه كمان؟ اكتب سؤالا واحدا يمكن الإجابة عنه. طيب نكتب سؤال نقول من التمثيل البياني اذكر اقل واكثر الاشكال عددا بالتمثيل البياني. يعني ايه اقل اشكال احنا مثلنا استخدمناها في التمثيل البياني وايه اكترها؟ اقل الاشياء هنا متوازي الاضلاع، اكتر الاشياء هنا انا عملتها المستطيل اهم 5 من الشكل البياني 5. يبقى اقل الاشكال تمثيلا متوازي الاضلاع، واكثر الاشياء تمثيلا هو ايه؟ المستطيل. وبكده نكون انتهينا من درس 33، والى اللقاء في درس قادم ان شاء الله. وده الشكل اهو اللي استخدمناه بال18 شكل. والى اللقاء في حصة قادمة. طبعا لزقته بالصمغة اهوت، مهما حركته كده ولا كده ما عادش بينزل، وبتكتب عليه اسمك وتحتفظ بيه. شكرا والى اللقاء.